بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة هي 7 حلقات مادة الآفات الزراعية المقررة على جميع التخصصات. احنا خدنا ايه قبل كده؟ خدنا تعريف الآفة وقلنا انه الآفة هي اي كائن حي بيضر بالانسان وممتلكاته، وخدنا انواع الآفات، قلنا آفات نباتية وآفات حشرية وآفات حيوانية، وقسمنا الآفات الحشرية ل3 أقسام على حسب مدى تخصصها العائلي. قلنا في آفات وحيدة العائل ومحدودة العوائل ومتعددة العوائل، وبعد كده أخدنا مظاهر الإصابة بالآفات التي تتغذى بقرض العائل. خدنا منها دودة ورق القطن، وخدنا دودة اللوز القرنفلية، وخدنا الحفار، وأخدنا آفات الحبوب والمواد المخزونة، وبعد كده خدنا الآفات التي تتغذى بامتصاص عصارة النبات. خدنا منها المن والذبابة البيضاء والحشرة القشرية السوداء، وخدنا التريبس، وبعد كده أخدنا الحشرات ذات الطابع الخاص. خدنا منها الحشرات اللي بتعمل أو اللي بتصنع أنفاق في الأوراق، خدنا منها ذبابة البنجر وناخرات أوراق الفول، وبعد كده خدنا الحشرات اللي بتصنع أنفاق في الأخشاب، خدنا منها النمل الأبيض، وبعد كده تطرقنا لدراسة الآفات الحيوانية، خدنا منها الأقرصات والنيماتودة، وبعد كده خدنا الأضرار اللي بتسببها الآفات للإنسان والحيوان والنبات، وبعد كده أخدنا أهمية حصر الآفات المختلفة وطرق الحصر وأغراض الحصر، وبعد كده أخدنا كيفية تقدير نسبة الإصابة بالآفات المختلفة. خدنا تقدير نسبة الإصابة بدودة ورق القطن وديدان اللوز وجراد الصحراوي والتريبس والحشرة القشرية وآفات الحبوب والمواد المخزونة، وبعد كده تطرقنا في الباب الثاني لطرق المكافحة المختلفة. خدنا طرق المكافحة الطبيعية وعرفنا يعني مكافحة طبيعية، وقلنا هي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في مكافحة الآفات دون تدخل الإنسان، وعرفنا يعني نظرية التوازن الطبيعي وعرفنا أسباب خلل نظرية التوازن الطبيعي، وبعد كده خدنا عناصر المكافحة الطبيعية وقلنا في عوامل غير حيوية وعوامل حيوية، وبعد كده خدنا المكافحة التطبيقية وقلنا يعني مكافحة تطبيقية هي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في مكافحة الآفات أو تقليل ضررها بواسطة الإنسان. خدنا منها المكافحة التشريعية وقلنا هي قوانين بتصدرها الدولة بهدف مكافحة الآفات أو منع انتقالها من منطقة مصابة إلى منطقة سليمة، وخدنا أهم القوانين التشريعية التي تم إصدارها في جمهورية مصر العربية بهدف تقليل نسبة الإصابة بالآفات المختلفة، وبعد كده خدنا المكافحة الزراعية. وقلت لكم مكافحة زراعية يعني إيه؟ هي كل الوسائل والعمليات الزراعية التي يجريها المزارع بهدف زراعة أرضه إذا أجراها بطريقة صحيحة بتفيد أيضا في مكافحة الآفة. وخدنا أمثلة كتيرة جدا لطرق المكافحة الزراعية، الدورة الزراعية والري والتسميد وكل الطرق الزراعية اللي الفلاح بيجريها بهدف زراعة أرضه. وقلت لكم في أسئلة عالية بتيجي كتير في الجزئية دي نخلي بالنا منها. وبعد كده خدنا المكافحة الميكانيكية قلنا بتجرى بعد حدوث الإصابة وليس قبل حدوث الإصابة، خدنا منها الجمع باليد والجمع بالمصايد والجمع بالشباك والحواجز والموانع واستخدام درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة. وبعد كده تطرقنا لدراسة المكافحة الحيوية وقلنا بتعتمد على استخدام المتطفلات والمفترسات ومسببات الأمراض والطيور في مكافحة الآفات المختلفة. وبعد كده خدنا الطرق الحديثة أو الاتجاهات الحديثة في المكافحة، خدنا منها استخدام البكتيريا الممرضة واستخدام النيماتودة الممرضة واستخدام منظمات النمو ومانعات الانسلاخ، وخدنا بدائل المبيدات وعرفنا يعني ايه بدائل المبيدات واهم مميزاتها وايه هي بدائل المبيدات، وخدنا بعد كده استخدام او الاعتماد على استخدام الاصناف المقاومة واستخدام اسلوب الانذار المبكر والتتبع للآفة، وبعد كده اخدنا اخر حاجة في الطرق الحديثة اللي هو التسميد الاخضر، وبعد كده تطرقنا الى المكافحة الكيماوية وعرفنا يعني مكافحة كيماوية، وعرفنا ايضا
شروط الواجب توفرها في المهلك الحشري، وتقسيم المهلكات الحشرية على حسب مدى تخصصها العائلي، على حسب تأثيرها على الآفة، وعلى حسب طبيعة تأثيرها على الآفة، وعلى حسب طريقة دخولها جسم الآفة، وعلى حسب أيضا تركيبها الكيماوي. وأخذنا أهم المواد الكيماوية أو المبيدات اللي بتستخدم في مكافحة الآفات، وبعد كده أخذنا عناصر نجاح المكافحة الكيماوية، وعرفنا يعني إيه عمليات الرش والتعفير، وقلت لكم مقارنة بين عمليات الرش وعمليات التعفير. وبعد كده أخذنا المكافحة المتكاملة، وعرفنا يعني إيه مكافحة متكاملة وعناصر المكافحة المتكاملة، قلت لكم الوسائل الوقائية وتتبع والاستكشاف وتقييم أوضاع الآفة وتحديد وسائل المكافحة المختلفة. وبعد كده أخذنا أسس نجاح المكافحة المتكاملة، وتطرقنا في الباب الثالث بعد كده إلى أهم الحشرات اللي بتصيب المحاصيل المختلفة. خدنا الحشرات الاقتصادية اللي هي الحشرات العامة، خدنا منها الجراد والنطاط والحفار والدودة القرنة، وبعد كده خدنا آفات اللي بتصيب المحاصيل المختلفة، خدنا اللي بتصيب المحاصيل زي محصول القطن، خدنا آفات القطن فطور البادرة وفطور النمو الخضري وفطور النمو الزهري والسمري، وبعد كده خدنا آفات اللي بتصيب المحاصيل النجيلية، خدنا منها الآفات اللي بتصيب محصول القصب والذرة اللي هي الثقبات وباقي القصب الدقيقي والجعل الظهر الجامد أو الجعل الأسود، وبعد كده خدنا آفات الأرز، خدنا منها هموش الأرز، وآفات القمح، خدنا منها دبور الحنطة المنشاري ومن الغلال، وبعد كده خدنا الآفات اللي بتصيب البقوليات، سوسة أوراق البرسيم وسوسة جذور البرسيم وخنافس البقول، وبعد كده خدنا آفات الحبوب والمواد المخزونة، خدنا منها سوسة الأرز وسوسة المخزن والخنافس اللي بتصيب البقوليات وفراش الحبوب وخنفساء الكادل وثاقبة الحبوب الصغرى. كل ده خدناه من حيث الوضع التقسيمي ومعاد الإصابة والحد الاقتصادي الحرج للإصابة ومظاهر الإصابة المختلفة وطرق المكافحة والعلاج. تعالوا بينا أعزائي الطلبة والطالبات ناخد الحلقة النهاردة ونستكمل مع بعض الآفات اللي بتصيب أشجار الفاكهة. هناخد أول حاجة الآفات اللي بتصيب محاصيل أو أشجار الموالح. هناخد أول آفة عندنا الحشرة القشرية السوداء. الوضع التقسيمي لها يا أولاد هي بتتبع رتبة نصفية الأجنحة والتطور فيها ناقص أو تدريجي، وطور الدار الحرية والحشرة الكاملة، ونوع أجزاء الفم ثاقب ماس سواء كان في الحرية أو في الحشرة الكاملة، وعدد الأجيال عندنا من 4 لـ5 أجيال في السنة، والعوائل أشجار الموالح المختلفة. الحد الاقتصادي الحرج للإصابة بيكون حوالي 10% في حالة عدم وجود طفيليات، ومن 20 إلى 40% في حالة وجود طفيليات. ليه بزود النسبة في حالة وجود طفيليات؟ علشان بدي فرصة للمتطفلات والمفترسات ان هي تقوم بدورها في عملية المكافحة. دورة الحياة باختصار شديد جدا بتضع الأنثى البيض المخصب تحت قشرتها، عشان هي اسمها الحشرة القشرية السوداء، فبتكون لها قشرة فوق جسمها، هي بتحط البيض بتاعها أسفل القشرة. البيض بعد فترة بيفقس لحريات، بتفرز شمع وتنسلخ مرتين وتتحول لأنثى، وإذا انسلخت 4 مرات فبيكون الحرية الناتجة عنها ذكر، ثم بتعيد دورة الحياة. معاد الإصابة اللي عندنا بيكون شهر يونيو وشهر فبراير. مظهر الإصابة والضرر احنا خدناه قبل كده في الحلقة الأولى خالص. أول حاجة عندنا بتغطي القشور سطح الأوراق والسيقان والثمار، زي ما انتوا شايفين في شاشتنا الجميلة احنا جايبين لكم المعلومة بالصوت والصورة. هنا ادي الحشرة القشرية السوداء وادي القشور بتاعتها. قد يظنها البعض انها أتربة او شيء، ولكن هي دي حشرة اسمها الحشرة القشرية السوداء، عشان هي اجزاء الفم بتاعتها ثاقب ماس، فهي بتعمل على امتصاص اصفرار الاوراق نتيجة امتصاص عصارة النبات، وارتفاع نسبة الحموضة بالثمار وصغر حجم الثمار وتساقطها، وانخفاض قيمتها التجارية بتتباع بسعر اقل طبعا، وعدم صلاحية للتصدير. ومن ايضا من اللي بيميز الاصابة هنا ان الحشرة القشرية السوداء بتنقل الامراض الفيروسية، والاصابة بتكون عبارة عن خطوط صفراء على الاوراق. هناخد بقى طرق المكافحة المختلفة. اول حاجة المكافحة الزراعية، عدم زراعة عوائل الحشرة بجوار حدائق الفاكهة، ويفضل زراعة نوع واحد من اشجار الفاكهة في البستان الواحد، تقليم الافرع المصابة وحرقها، عدم تزاحم الاشجار،
والمكافحة الحيوية باستخدام الحشرات المفترسة زي حشرة أسد المن والمكافحة الكيماوية. لازم بقى في المكافحة الكيماوية أعزائي الطلبة والطالبات تقولي استخدام أحد الزيوت المعدنية الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة، والزيت اللي احنا معانا اسمه زيت مصرونة تركيزه 85% ومعدل استخدامه 2.5 لتر لكل فدان لكل 100 لتر، او ممكن استخدم الغازات السامة عن طريق اجراء عملية التبخير زي غاز حامض الايدروسيانيك او غاز برومور الميثايل. هناخد بعد كده الحشرة التانية اللي عندنا، الحشرة القشرية الحمراء والحشرة الموالح الارجوانية وحشرة الحلويات المحارية. اسم نفس الجدول بتاع الوضع التقسيمي بتاع الحشرة القشرية يا اولاد هو نفس الجدول بالظبط. اسم الرتبة نصفية الاجنحة ونوع تطور ناقص او تدريجي والطور الدار الحرية والحشرة الكاملة ونوع اجزاء الفم ثاقب ماص وعدد الاجيال من 4 لـ5 والعوائل اشجار الموالح المختلفة. والحد الاقتصادي نفس الحشرة القشرية 10% في حالة عدم وجود طفيليات ومن 20 لـ40% في حالة وجود طفيليات، وميعاد الإصابة هو اللي مختلف، هناك كان يونيو فبراير، هنا ميعاد الإصابة في الحشرات الثلاثة طوال العام. مظهر الإصابة بقى والضرر، مشاهدة قشور حمراء على الأجزاء النباتية المختلفة المصابة وإصفرار الأوراق وذبول الأفرع، صغر حجم الثمار وبيصبح طعامها حامضي وتساقطها، والمكافحة مكافحة زراعية ومكافحة حيوية ومكافحة كيماوية كما سبق دراسته في الحشرة القشرية السوداء. هناخد بعد كده حشرة مهمة جدا اللي هي البق الدقيقي الأسترالي. اسم أي بق أي حشرة قشرية يا أولاد لازم وانت مغمض تقول اسم رتبة نصفية الأجنحة ونوع تطور ناقص أو تدريجي والطور الدار الحرية والحشرة الكاملة ونوع أجزاء الفم ثاقب ماص وعدد الأجيال جيل واحد في السنة والعوائل أشجار الموالح ونباتات الزينة. زي ما انتم شايفين معنا في الصورة دي الحشرة الكاملة للبق الأسترالي زي ما انتم شايفين، وده مظهر الإصابة على الأشجار الموالح. ما الحد الاقتصادي الحرج 5% وميعاد الإصابة أيضا طوال العام. ودورة الحياة بتضع الأنثى البيض المخصب في أكياس شمعية، هنا في أكياس شمعية ركزوا أسفل بطن الحشرة، ثم تتحول إلى حريات تتغذى وتنسلخ مرتين وتتحول إلى أنثى، وإذا انسلخت 4 مرات بتتحول إلى ذكر. ومظهر الإصابة والضرر امتصاص عصارة النبات بيؤدي إلى ضعف النباتات عشان أجزاء الفم بتاعت الحشرة الثاقبة مصة، ومما يؤدي أيضا إلى جفاف الأفرع وموتها. المكافحة الميكانيكية جمع الحشرات باليد، ده طبعا بيكون في مساحات صغيرة، وأيضا بنجمع أكياس البيض ثم بنقوم بعملية مسح للأفرع المصابة بقطعة مبللة بالكيروسين. المكافحة الحيوية في خنفساء بتفترس البق الأسترالي اسمها خنفساء الفيداليا، بيتطفل عليها أحد الطفيليات التابعة لرتبة ذات الجناحين. والمكافحة الكيماوية زي ما خدنا في الحشرات القشرية الرش باستعمال أحد الزيوت المعدنية الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة، والزيت المستخدم اسمه زيت رويال 82% بمعدل 2.5 لتر لكل فدان لكل 100 لتر ماء. الحشرة اللي معانا بعد كده نوع تاني من البق بقى اسمه البق الدقيقي المصري. اسم الرتبة نصفية الأجنحة ونوع التطور ناقص أو تدريجي والطور الدار الحرية والحشرة الكاملة ونوع أجزاء الفم ثاقب ماص وعدد الأجيال جيل واحد في السنة والعوائل الجوافة والقشطة والمانجو والتوت ونباتات الزينة. أيضا الحد الاقتصادي الحرج للإصابة يا أولاد بيكون حوالي 5%، ولما أقول لك يعني إيه 5% يعني لما باخد عينة من النباتات المصابة سواء كان عينة أفرع أو عينة أوراق وألاقي نسبة الإصابة فيها 5% أبدأ أستخدم وسائل المكافحة المختلفة. دورة الحياة زي ما خدنا في البق الدقيقي الأسترالي بتضع الأنثى البيض المخصب في أكياس شمعية، والبيض بيفقس إلى حريات تتغذى وتنسلخ وبتتحول إلى أنثى في حالة انسلاخها مرتين، أو قد تتحول إلى ذكر في حالة انسلاخها 4 مرات ثم بتتحول إلى حشرة كاملة. مظهر الإصابة والضرر طالما حشرات أجزاء الفم بتاعتها ثاقبة مصة يبقى حضرتك تقول المنشط اللي معاه اللي أنا هقوله دلوقتي ده، تقوم الحشرة بامتصاص عصارة النبات وتسبب إصفرار الأوراق وسقوطها وجفاف الأفرع ونقل الأمراض الفيروسية.
تعالوا بقى بعد كده ناخد المكافحة، نفس البرنامج اللي خدناه في مكافحة البق الدقيقي الأسترالي، مكافحة ميكانيكية مكافحة كيماوية. المكافحة الميكانيكية اللي هي جمع الحشرات باليد وأيضا أكياس البيض ثم مسح الأفرع بقطعة مبللة من القماش مبللة بالكيروسين، والمكافحة الكيماوية باستخدام أحد الزيوت المعدنية الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة. تعالوا بقى ناخد حشرة مهمة جدا 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 اسمها ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط، اللي احنا بنقولها اختصارا ذبابة الفاكهة. ركزوا معايا، أي ذبابة هنقابلها في المنهج سواء كانت ذبابة الفاكهة أو ذبابة أوراق الفول أو ذبابة ثمار الزيتون واللي هي نخلات أوراق الفول، وأنت مغمض هتقول اسم رتبة ذات الجناحين ما عدا ذبابة واحدة بس اللي هي بتبقى نسبية الأجنحة اللي هي الذبابة البيضاء. نوع تطور تام والطور الدار اليرقة والأنثى، مش ما قلتش اليرقة والحشرة الكاملة، وركزوا لأنه ده سؤال عالي اللي بيجي فيها وهحوله لكم بعد شوية. نوع أجزاء الفم قارض في اليرقة ولاعق في الحشرة الكاملة، وعدد أجيالها بيكون من 8 إلى 10 أجيال في السنة، والعوائل العديد من أشجار الفاكهة، والحد الاقتصادي الحرج للإصابة بمجرد ظهور إصابات بالثمار أبدأ أستخدم وسائل الإيه؟ المكافحة. ومعدل الإصابة بيكون في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر اللي هو شهر 10 و11. دورة الحياة، ركزوا بقى في دورة الحياة، بتضع الأنثى البيض، خلي بالك، بواسطة آلة وضع البيض المنشارية، دي بتكون في نهاية بطن الأنثى في آلة اسمها آلة وضع البيض، بتقوم بعمل ثقب في الثمرة في بداية تكوينها، ثم بتضع بيضها داخل هذا الثقب، ثم بتقوم بإفراز مادة صمغية لتغطية البيض وقفل هذا الثقب. البيض بعد فترة بيفقس ويتحول إلى يرقات، هذه اليرقات هي المسؤولة عن إحداث الضرر في الثمار المصابة، واليرقات بعد فترة بتسقط الثمار على الأرض ثم تتعذر، يعني بتدخل في طور العذراء داخل شرنقة من الطين، ثم تتحول بعد فترة إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الإيه؟ الحياة. تعالوا نشوف بقى مظاهر الإصابة المختلفة بذبابة الفاكهة. زي ما انتوا شايفين دي الحشرة الكاملة، وآدي البيض، وآدي اليرقة، وآدي العذراء، وهنا ثمار فاكهة مصابة بذبابة الفاكهة. أول حاجة عندنا واخذ الثمار في البرتقال مع وجود لون أصفر مخضر بالثمرة، 2 وجود بقع صمغية في الخوخ والمشمش والتفاح، 3 لون أسود في الثمار اليوسفي، 4 سقوط الثمار على الأرض، 5 انخفاض القشرة في موضع الإصابة، 6 بتتغذى اليرقات داخل النسيج اللحمي للثمرة وبتترك مخلفاتها البرازية داخل الثمرة، وده بيؤدي إلى فساد الجزء المصاب وبيصبح رخو، وإذا تم الضغط على الثمرة عند هذا المكان المصاب بيخرج سائل من ثقب وضع الايه البيض. آخر حاجة معانا اللي هي سهولة العدوى بمسببات الأمراض البكتيرية والفطرية، وأنا أقول لكم بقى سؤال عالي اللي بيجي إزاي. لماذا تعتبر الطور الدار في ذبابة الفاكهة اليرقة والأنثى وليس اليرقة والحشرة الكاملة؟ لأنه الأنثى بتقوم بوخز الثمار بواسطة آلة وضع البيض المنشارية، مما يسهل من إصابتها بالمسببات المرضية المختلفة سواء كانت مسببات أمراض فطرية أو مسببات أمراض بكتيرية. هناخد بعد كده المكافحة ونركز مع بعض في المكافحة. زراعة نوع واحد من الفاكهة في البستان، جمع الثمار المتساقطة وحرقها أو دفنها للتخلص من الأطوار اليرقية الموجودة بها، 3 زراعة أصناف مقاومة ذات قشرة سميكة. خلي بالكم بقى من الجزئية دي، ممكن يجي لك سؤال عالي في الامتحان، لماذا لا يصاب الليمون المخرفش أو الليمون المالح بذبابة الفاكهة؟ هتقوله نظرا لصلابة القشرة الخارجية لهذه الثمار واحتوائها على غدد زيتية من الزيوت الطيارة التي تعمل على عدم تفضيل الأنثى لوضع بيضها في هذه الثمار. المكافحة الميكانيكية، استعمال مصادر جاذبات مع وضع مواد متخمرة، جاذبات الجنسية طبعا. 2 استعمال، خلي بالكم بقى من الحتة دي، استعمال حزم من أفرع نباتية أو قطع من الخيش به قش الأرز، طول القطعة بيكون حوالي 15 سنتي وعرضها
10 سنتي، بتم نقع هذه الحزم أو هذه القطع من الخيش لمدة 4 ساعات في محلول سكري كمادة جذبة به مادة سامة اللي هو المبيد، ثم يتم تعليقها بعد ذلك على أفرع الأشجار المصابة فتأتي الحشرات الكاملة للتغذية عليها فتموت الحشرة، وده بنقول عليها استخدام الحزم القاتلة في مكافحة ذبابة الفاكهة. لو جالك في الامتحان بتاع آخر العام ما المقصود بالحزم القاتلة، عبارة عن أفرع نباتية أو قطع من الخيش معبأة بقش الأرز طولها 15 سنتي وعرضها 10 سنتي، بتنقع في الماء لمدة 4 ساعات، هذا الماء محتوي على محلول سكري وبه مادة إيه؟ مادة سامة، ثم يتم تعليقها على أفرع الأشجار المصابة فتقضي على الحشرات الكاملة. هناخد سؤال علل بيجي في الامتحان، يقول لك علل غمر حديقة الفاكهة بالماء بعد انتهاء جمع المحصول. لا، ده ليه يا أولاد؟ ده للقضاء على أطوار الحشرة الموجودة بالثمار المتساقطة. المكافحة الكيماوية الرش باستعمال أحد المبيدات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة، المبيد اللي عندي اسمه مبيد ملاسيون تركيزه 57% وبيرش بمعدل 100 سنتي لكل فدان لكل 20 لتر ماء، واستخدم أيضا مادة جذبة عبارة عن 250 سنتي من المحاليل السكري. هناخد الحشرة اللي بعد كده اللي هي بق الموالح الدقيقي. احنا اتفقنا اي بق يبقى على طول وانا مغمض اسم رتبة نصفية الايه؟ الاجنحة، ونوع التطور ناقص او تدريجي، والطور الدار الحرية والشطار حفظوا معايا. نوع اجزاء الفم ساقط ماس، وعدد الاجيال زي بق الدقيقي المصري جيل واحد في السنة، والعوائل الموالح خاصة الميمون والجوافة والمانجو، والحد الاقتصادي الحرج ايضا للاصابة 5%، ومعاد الاصابة بيكون طوال السنة، ومظهر الاصابة والضرر، مشاهدة الحريات على السطح السفلي للأوراق، تمتص عصارة النبات لأن أجزاء الفم بتاعتها يا أولاد ساقب إيه؟ شطار، ساقب ماس، وبتسبب أصفرار الأوراق وسقوطها. 2 إفراز الندوة العسلية، وبتنمو عليها فطريات العفن الأسود وبتلتصق عليها الأتربة، تنقل الأمراض الفيروسية، والميزة اللي بتميز بقى الإصابة عدم تلوين الثمار الكبيرة. هناخد زي ما انتم شايفين اهو بق الموالح الدقيقي، ادي الحشره الكامله ودي اعراض الاصابه على اشجار الموالح. هناخد المكافحه ايضا، المكافحه الحيويه بيفترسها الحريات والحشره الكامله اسد المن وابو العيد ذو 11 نقطه، وبيتطفل عليها احد الطفيليات التابعه لرتبه غشائيه الاجنحه. وطالما بق يبقى لازم تكتب بقى في المكافحه الكيماويه الرش باحد الزيوت المعدنيه الموصى باستعمالها من قبل وزاره الزراعه، والزيت اللي عندنا اسمه زيت رويال تركيزه 82% بمعدل 2.5 لتر لكل فدان لكل 100 لتر ماء. هناخد بعد كده ناخرات اوراق الموالح. ركزوا بقى معايا في الحته دي، احنا خدنا قبل كده ناخرات اوراق الفول، فاكرين اللي هي ذبابه اوراق الفول، قلنا اسم الرتبه فيها ذات الجناحين. هنا في ناخرات اوراق الموالح ايضا بتعمل انفاق متعرجه في الاوراق بتاعه الموالح، ولكن اسم الرتبه هنا حرشوفية الأجنحة. نوع تطور تام، وطول الدار اليرقة، ونوع أجزاء الفم قارض في اليرقة ومصف الحشرة الكاملة اللي هي الفراشة، وعدد الأجيال 4 أجيال على اليوسفي و9 على الليمون في السنة، والعوائل أصناف الموالح المختلفة. تعالوا بقى نستعرض دورة الحياة مع بعض. تضع الأنثى البيض المخصب أسفل السطح السفلي للورقة، البيض بيفقس إلى يرقات تتغذى وتنسلق وتتحول إلى عذراء في شرنقة حريرية، ثم تتحول إلى حشرة كاملة. تعالوا بقى نستعرض مع بعض كده مظاهر الإصابة والضرر. أول حاجة مشاهدة أنفاق متعرجة داخل الورقة، والأنفاق دي بتؤدي إلى تلف أنسجة الورقة اللي هو النسيج الوسطي اللي احنا بنقول عليه يا أولاد الميزوفيل شطار، التفاف الأوراق حول نفسها ونقص المحصول بنسبة 50% وانخفاض قيمته الغذائية والتجارية. زي ما انتم شايفين ادي الأنفاق المتعرجة وادي اليرقة بتاعة ناخرات أوراق الموالح. هناخد بقى المكافحة. أول حاجة المكافحة الزراعية الاتزان في الاستخدام الأزوتي. لو قالك سؤال علل هتقول له لأنه سماد الأزوتي بيدفع النبات لتكوين مجموع خضري كثيف وغض مما يسهل إصابته بالمسببات والآفات المختلفة، الاعتدال في الري، إزالة الحشاش، تجنب التقليم الجائر، وعدم نقل الشتلات المصابة من مكان لآخر. والمكافحة التشريعية تطبيق الحجر الزراعي الداخلي بين المحافظات علشان أمنع انتقال الإصابة من مكان مصاب لمكان سليم،
والمكافحة الحيوية، الاعتماد على الأعداء الحيوية الموجودة في الطبيعة لتقليل الإصابة بهذه الآفة، والمكافحة الكيماوية، الرش باستخدام أحد المبيدات أو أحد الزيوت المعدنية المصب باستعمالها، والزيت اللي عندي اسمه زيت سوبر رويال، مش رويال، اللي فات كان رويال كان تركيزه 82%، هنا السوبر بتاعه بيبقى تركيزه 95%، علشان كده بقلل المعدل. هنا كنت بستخدم 2.5 لتر، هنا بستخدم 1.5 لتر لكل فدان لكل 100 لتر ماء. تعالوا بقى نستعرض الآفات الحشرية اللي بتصيب أشجار المانجو. طبعا انتوا عارفين ان ربنا حبق القارة الأفريقية بأشجار المانجو، ودي بتبقى علشان أشجار المانجو بتحب درجة الحرارة المرتفعة. هناخد حشرة بتصيب أشجار المانجو اللي هو بق الهيبسكس الدقيقي، والعائل بتاعه أيضا نبات الهيبسكس، عشان كده سميناه باسم النبات اللي هو بيتطفل عليه. البق طبعا زي أي نوع من أنواع البق اسم رتبة نصفية الأجنحة، ونوع تطور ناقص أو تدريجي، والطور الدار الحرية والحشرة الكاملة، وأجزاء الفم في الحرية والحشرة الكاملة بتكون ثاقب ماس، وعدد أجياله في السنة بيكون جيل واحد في السنة، والعوائل الجوافة والقشطة والمانجو والتوت ونباتات الزينة، والحد الاقتصادي الحرج. لو أنتم ملاحظين معظم أنواع البق بيتلاقوا الوضع التقسيمي ليها متشابه، والحد الاقتصادي الحرج متشابه، وأيضا دورة الحياة بتكون متشابه. معاد الإصابة بيكون طوال العام، ودورة الحياة بتضع الأنثى البيض المخصب داخل أكياس شمعية على السيقان وأفرع النباتات بمعدل كام؟ بمعدل من 60 ل 300 بيضة. البيض بيفئس إلى يرقات تتغذى إلى حريات آسف تتغذى وتنسلخ وتتحول إلى حشرة كاملة، وبتعيد دورة الحياة. زي ما أنتم شايفين معنا في شاشتنا الجميلة، آدي مظهر الإصابة على ثمار المانجو، وآدي البق الهيبسكس الدقيق، دي الحشرة الكاملة. مظهر الإصابة والضرر، وده المظهر الأولاني هو اللي بيميز الإصابة بهذه الحشرة، اللي هو تفحم الفراعات المصابة ووقف نموها، ويقوم النبات بتجديد نموها مرة أخرى، وجود إفرازات عسلية على الأوراق والأفرع الخضراء، وبتنمو عليها فطريات العفن الأسود، وبتتجمع عليها الأتربة. والمكافحة بيتبع نفس البرنامج المتبع في مكافحة البق الدقيق، اللي هو المكافحة الميكانيكية والمكافحة الحيوية والمكافحة الكيماوية. تعالوا بقى ناخد الآفات الحشرية اللي بتصيب أشجار النخيل. الآفات الحشرية اللي بتصيب أشجار النخيل، طبعا انتوا عارفين انه الدولة المصرية بدأت تتوسع حاليا في زراعة الأشجار المثمرة، وخصوصا أشجار النخيل، وخصوصا في المخللات اللي هي أو المخللات اللي هي بتبقى بين الطرق والشوارع المختلفة. هذه الأشجار أشجار مثمرة، فبتعود علي بالنفع كثمار وكقيمة اقتصادية، وأيضا قد تستخدم في التصدير. وعندنا الوادي الجديد، وعندنا النبرية، وواحد سيوة، والعريش، من المناطق المشهورة بزراعة النخيل في جمهورية مصر العربية. والآفات النخيل من الأهمية بمكان في دول الخليج، وخصوصا في السعودية والإمارات، بيهتموا جدا بمكافحة الآفات اللي بتصيب أشجار النخيل، لأنه نخيل التمر من الأشجار المثمرة، وأيضا من الأشجار المعمرة مستديمة الخضرة. هناخد أول آفة عندنا اللي هي سوسة النخيل الحمراء. الوضع التقسيمي للسوسة، اسم الرتبة زي أي سوسة، زي أي خنفساء، زي أي جعل يجيلك في الامتحان، يبقى اسم الرتبة غمدية الأجنحة، ونوع تطور تام، والطور الدار اليرقة، والحشرة الكاملة، ونوع أجزاء الفم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة، وعدد أجيال هذه السوسة بيكون من 3 إلى 4 أجيال في السنة، وبتكون أجيال متداخلة. والعوائل طبعا اسمها سوسة النخيل، يبقى بالتالي هيبقى عندي العائل الأساسي النخيل، ونخيل الزيت، ونخيل جوز الهند، والنخيل السكري، ونخيل التمر. الحد الاقتصادي الحرج للإصابة، بمجرد ظهور مظاهر الإصابة زي ذبابة الفاكهة تماما، ومعاد الإصابة طوال العام. دورة الحياة، أنا جايب لكم فيديو توضيحي أو فيديو تعليمي لدورة الحياة، هناخده في الشريحة اللي بعد كده. بتضع الأنثى البيض المخصب فردي في
فين؟ في أماكن الجروح أو في الحفر اللي بتحدثها السوسة بواسطة خرطومها في النسيج الغض للنخيل، وبتغطي هذا البيض بمادة صمغية أسمنتية. المادة دي بتفرز من الغدد المساعدة في الجهاز التناسلي للأنثى. البيض بيفقس إلى يرقات عديمة الأرجل، وهذه اليرقات هي اللي بتعمل أعراض الإصابة المختلفة، وبتتغذى وتنسلخ وتتحول إلى عذراء في ليف النخيل، ثم بتتحول إلى حشرة كاملة. هناخد الفيديو التعليمي مع بعض، تعالوا نبص ناخده مع بعض. هنا ادي الحشرة الكاملة لسوسة النخيل الحمراء زي ما انتم شايفين. هم يا اولاد بيسموها سوسة النخيل الهندية لانه بيعتقد انه الموطن الاصلي لهذه الافة هو الهند. زي ما انتم شايفين ادي الحشرات الكاملة لسوسة النخيل الحمراء. الحشرة تقريبا بيكون طولها حوالي من 3.5 الى 4 سنتي، وعرضها تقريبا 1.5 سنتي. وادي اليرقة بتاعت الحشرة زي ما انتم شايفين، وادي الحشرة الكاملة. وسوسة النخيل الحمراء من اخطر الافات اللي بتصيب اشجار النخيل، وبيسموها العدو الخفي لاشجار النخيل. ادي الحشرة الكاملة، ادي بيكون لونها بني محمر. وبنفرق ازاي يا اولاد بين الذكر والانثى؟ الذكر بيكون الخرطوم بتاع الذكر بيكون اكثر نسبيا من خرطوم الانثى زي ما انتم شايفين، وبيكون على السطح الظهري للخرطوم بتاع الذكر شعيرات قصيره. وانتم شايفين زي ما انتم شايفين ادي الانثى وادي الذكر، وده قرون الاستشعار بتكون في على جانبي الخرطوم، وادي الاعين المركبه للسوسه. والخرطوم بيكون في نهايته أجزاء الفم القارضة اللي بتحدث ثقوب وجروح في النخلة. والآفة دي من أخطر الآفات يا أولاد اللي بتصيب أشجار النخيل، حتى بيسموها في بعض المراجع الإيدز النخيل أو العدو الخفي لأشجار النخيل. هي بتنجذب لأشجار النخيل عند إجراء عملية التقليم، أو بيقولوا عليها عملية التكريم، او في بعض البلاد بيقولوا عليها التكريب، او عند ازالة الفسائل. هذه الجروح بتفرز مادة بنقول عليها الرائحة الكرمونية، وهذه الرائحة يا اولاد بتنجذب اليها السوسة وبتدخل للتغذية على العصارة المفرزة من عملية التكريم. هذه السوسة بتضع البيض بتاعها فردي زي ما انا قلت لكم من شوية في الجروح. البيض زي ما انتم شايفين بعد فترة بيفقس الى يرقات عديمة الارجل، وهذه اليرقات فكوكها بتكون قوية جدا، بتحدث انفاق متعرجة في جذع النخلة في المنطقة السفلية من اسفل الى اعلى. هذه الانفاق بتعمل على دخول مسببات مرضية اخرى الى جذع النخلة، وأيضا بتؤدي إلى سقوط النخلة أو سهولة انكسار النخيل المصاب. وزي ما انتم شايفين فكوكة قوية جدا بتخش وبتعمل أنفاق داخل أشجار النخيل. هذه الأنفاق تؤدي إلى سهولة كسر النخلة، وأيضا بيخرج منها سائل بني لزج كريه الرائحة، وده اللي بيميز الإصابة بسوسة النخيل الحمراء. لما بشوف على طول هذه الحفر وهذه الأنفاق في النخيل لابد من إجراء عملية المكافحة. بعد فترة اللي هذه اليرقات بتخرج إلى قاعدة الكرب وبتحصل على الليف، بتتعذر داخل هذا الليف وتتحول إلى طور العذراء زي ما انتم شايفين، ثم بعد فترة بتتحول لإيه؟ الى هذه الحشرة الكاملة. يبقى انا عندي بيضة بيضاوية الشكل تتحول الى يرقة اللي هي طور الدار، ثم عذراء في شرنقة من الليف، ثم تتحول الى حشرة كاملة زي ما انتم شايفين. ادي البيض وادي طور اليرقة، وبعد فترة اليرقة بتتحول الى عذراء في شرنقة من ليف النخيل زي ما انتم شايفين اهو معانا في الفيديو.
ادي العذراء اهو زي ما انتم شايفين، ثم بعد فترة بتخرج الحشرة الكاملة وبتعيد دورة الايه الحياة. ادي الحشرة الكاملة هتخرج من شرنقة الليف وبتعيد دورة الايه الحياة. يبقى انا كده خدت دورة الحياة، خدتها سلايد وخدتها ايضا فيديو تعليمي، وهناخد بعد كده مظاهر الإصابة والضرر بسوسة النخيل الحمراء. نركز بقى في مظاهر الإصابة. أول حاجة ذبول واصفرار وتعفن التاج مع إنتاج روائح خاصة يمكن اكتشافها بسهولة. 2 خروج سائل لونه بني لزج كريه الرائحة مع وجود ثقوب على جذع النخلة. 3 ظهور فجوات وأنفاق داخل جذوع النخيل بها الأطوار الحشرية. 4 جفاف القمة النامية للفسائل وجفاف الأوراق الخارجية للنخلة وسقوط الرأس. ما أقولك سقوط الرأس، اعرف على طول ان هذه الشجرة من اشجار النخيل مصابة بسوسة النخيل الحمراء، وايضا نتيجة تغذية اليرقات على داخل جذع النخلة بنلاحظ خروج نشارة خشبية متعفنة متساقطة على الارض بجوار جذوع النخيل المصابة، وانكسار جذع النخلة عند الثلث القاعدي وملاحظة تجويفه بالكامل عند هبوب الايه الرياح. هناخد بالصوت والصورة زي ما انا معودكم. ادي دورة الحياة زي ما خدناها في الفيديو، ادي الحشرة الكاملة، وادي بتضع البيض الفردي، البيض بيتحول الى يرقات، اليرقات بتتغذى وتنسلق وتتحول الى عذراء في شرنقة من ليف النخيل، ثم حشرة كاملة. وادي مظهر الاصابة، ادي سقوط الرأس في النخلة، وادي اليرقات، ودي الحشرة الكاملة لسوسة النخيل الحمراء. هناخد بقى المكافحة وركز مع بعض في المكافحة عشان دي مهمة جدا. اول حاجة المكافحة الزراعية، حرق اشجار النخيل شديدة الاصابة بالكيروسين. 2 استخدام الطعوم السامة لجمع الحشرات ثم قتلها. 3 استخدام نباتات المصائد. لو جالك سؤال علل في الامتحان يفضل زراعة اشجار النخيل السكري بجوار مزارع النخيل، هتقول له انها تستخدم كنباتات صائدة لسوسة النخيل الحمراء. بعد ما بجمع عليها السوسة بيتم التخلص من النخيل السكري باعدامه وحرقه. 4 استخدام المصائد الضوئية. والمصائد الضوئية يا اولاد دي بتستخدم للتخلص من حفار العزوق، وهذه حشرة بتعمل انفاق وحفر في جذع النخلة مما يسهل من دخول سوسة النخيل الحمراء ووضع بيضها في هذه الحفر. يبقى المصائد الضوئية الهدف منها جمع حفار العزوق وليست سوسة النخيل الحمراء. سوسة النخيل الحمراء هنستخدم لها مصائد بنقول عليها المصائد الفرمونية، بتعتمد على استخدام فرمون. بنجيب إناء من البلاستيك وبيكون فيه حفر أو ثقوب، وبنضع داخل هذا الإناء محلول سكري، وبنضع فيه بعض الثمار أو بعض التمر، ثم بنضع الفرمون في غطاء هذا الوعاء البلاستيك، وبنقوم بعملية التغطية. الفرمون بيكون محتوي يا أولاد على مستخلص الذكر اللي بيعمل على تجميع الإناث وبتسقط في المحلول السكري، وبيتم التخلص ومتابعة الفحص الدوري للمصيدة للتخلص من الحشرات الموجودة بها. 5 تغطية وغلق جميع الفتحات الموجودة على جذع النخلة باستخدام الكار أو الأسمنت أو الجبس، لأن هذه الفتحات بتكون مفضلة لوضع البيض للحشرة الكاملة. 6 الالتزام بمسافات الزراعة الموصى بها بين أشجار النخيل، هي تقريبا بتكون من 8 إلى 10 متر بين النخلة والأخرى. 7 القضاء على الحشائش وجمع مخلفات النخيل ومعالجتها بمبيد حشري مناسب ثم حرقها. المكافحة الحيوية، في أحد المفترسات زي إبرة العجوز والباقي المفترس بيفترس الحشرة، واستخدام متطفلات بتتطفل على سوسة النخيل الحمراء، وده لسه في مجال التجريب. والمكافحة الوقائية، تعفير ورش النخيل حتى قبل حدوث الإصابة. 2 الحقن فوق منطقة الإصابة بحوالي 10 سنتي بالمبيد الحشري ثم غلق هذه الفتحات بالأسمنت
او الجبس، ثلاثة ودي ده ركزوا فيها ممكن تيجي اكمل في الامتحان، التدخين في حالة شدة الاصابة بوضع اقراص من فوسفيد الالومنيوم اللي احنا بنسميه الاسم التجاري بتاعه الفوستاكسين، وبنحط في الثقب من حوالي 3 لـ5 أقراص على حسب شدة الإصابة، ثم بنغلق الثقب بالليف أو القش أو حتى بالطين، وبيوضع فوقها طبقة من الطين لمنع انتشار الغاز إلى الخارج، وبيتم تغطية جذع النخلة في هذه المنطقة بأغطية من البوليسيلين أو البلاستيك علشان أتحكم في حبس الغاز السام داخل جذع النخلة. المكافحة الكيماوية، الرش بأحد المبيدات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة، المبيد اللي عندي اسمه مبيد اندو تركيزه 50%، بيتم استخدامه يا ولاد بمعدل 300 سنتي لكل فدان لكل 100 لتر ماء. هناخد الآفة اللي بعد كده اللي هو دبور البلح الأحمر. أنا زي ما أنا معودكو، أي دبور اي نحل عسل وانت مغمض اسم رتبة غشائية الاجنحة. يعني غشائية الاجنحة يعني الجناح بتاعها غشائي او من النوع الغشائي. دبور البلح الاحمر انتوا هتدرسوه بالتفصيل كآفة حشرية بتصيب نحل الايه؟ نحل العسل. احنا هنا كمان هندرسه كآفة حشرية بتصيب اشجار النخيل. اسم رتبة غشائية الاجنحة ونوع تطور تام وطور الدار الحشرة الكاملة، ونوع اجزاء الفم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة ايضا، وعدد اجياله جيل واحد في السنة. خدناها فين برضو جيل واحد في السنة؟ برضو كان نوع من انواع الدبابير اللي هو دبور الحنطة المنشاري. العوائل ده كان بيصيب القمح طبعا، اشجار النخيل واشجار الفاكهة ونحل العسل بيفترس الشغالات، ودورة حياة دبور البلح الاحمر هو بيعيش في مملكة زي النمل الأبيض وزي نحل العسل، بتضع الملكة البيض المخصب في عشوش من الطين، العشوش دي بتكون اللي بناتها الشغالات، بيفقس البيض إلى يرقات بتتغذى وتنسلخ وتتحول إلى عذراء، ثم تتحول إما إلى ملكة أو شغالات أو ذكور على حسب نوع الغذاء ونوع البيض سواء كان مخصب أو غير مخصب. مظهر الإصابة والضرر، دبور البلح الأحمر بيتغذى على التمر وهو على النخلة، وخصوصا التمر اللي هي الأصناف الطرية أو تامة النضج. اتنين، بيهاجم نحل العسل وبيتغذى على العسل وحبوب اللقاح وبسبب ضعف في الطائفة. خلي بالك مين المسؤول عن الدفاع عن الطائفة؟ الشغالات، هو بيهاجم الشغالة وبيحصل من الشغالة على كمية العسل المخزنة في معدة الشغالة. يعني الهدف بتاعه الأساسي انه يتغذى على العسل وليس على النحل، وأيضا بيفضل التغذية على حبوب اللقاح اللي بتجمعها شغالات نحل العسل في سلة حبوب اللقاح الموجودة على الأرجل الخلفية لنحل العسل اللي هي متحورة كأرجل جمع الحبوب اللقاح. هناخد بقى المكافحة زي ما انتوا شايفين معانا، ادي الحشرة الكاملة لدبور البلح الايه؟ الاحمر. المكافحة الزراعية، جني المحصول في موعده المحدد. ليه بجني في ميعاد المحدد؟ علشان خاطر مش يتحول الى ثمرة تامة النضج، وهذه الثمار بيفضل الدبور ان هو يتغذى عليها. اتنين، تغليف العزوق. العزوق المقصود بيها اللي هي حوامل الثمار يا ولاد، تغليف العزوق بأكياس من الورق أو أكياس سلكية أو قطع من الخيش أو السعف المجدول أو الحشائش علشان أمنع وصول الدبور لهذه العزوق. 3، قتل الملكات المخصبة في الخريف أو الربيع علشان أكسر دورة الحياة. 4، هدم العشوش القريبة من مزارع النخيل. بعد كده المكافحة الكيماوية، رش العشوش بمخلوط من العسل النحل كمادة جاذبة بمعدل 3 سنتي زائد 5 سنتي مبيد اللي هو الملاسيون تركيزه 57% أو مسحوق الديبتريكس تركيزه 80%. بيوضع هذا المخلوط على ريش الدواجن، وثم توضع هذه
ويوضع ريش الدواجن في عشوش الدبور عند الغروب، مما يؤدي إلى قتل دبور البلح الأحمر. هناخد بعد كده الآفة التالتة اللي بتصيب أشجار النخيل، اللي هي دودة البلح العمري. سموها لدودة البلح العمري لأنه بداية الإصابة كان في منطقة العمرية اللي هي موجودة في اسكندرية. اسم الرتبة حرشفية الأجنحة، زي ما أنا معودكم، أي فراشة، أي أبو دقيق، أي دودة، أي حفار ساق، وخصوصا حفار ساق التفاح، يبقى وانت مغمض اسم الرتبة حرشفية الايه الأجنحة، ونوع تطور تام، والطور الدار اليرقة، ونوع أجزاء الفم قارض في اليرقة وماص في الحشرة الكاملة، وعدد أجيال دودة البلح العمري 4 أجيال في السنة، والعوائل البلح الجاف والتين والمشمش والفواكه المتساقطة الأوراق، ودورة الحياة بتضع الأنثى البيض المخصب فردي زي سوسة النخيل الحمراء على سطح الثمار، وقد يوضع في مجموعات بيفقس هذا البيض إلى يرقات. هذه اليرقات بتتغذى وتنسلخ وبتتحول إلى عذراء في شرنقة من الحرير، ثم بعد ذلك تتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الإيه؟ الحياة. مظهر الإصابة والضرر اللي نركز فيه بقى، تتغذى على الثمار على النخلة أو على الثمار المتساقطة على الأرض، ثم مشاهدة ثقوب عند قاعدة الثمرة. فين قاعدة الثمرة دي؟ اللي هي مكان اتصال عنق الثمرة بحامل الثمار، ثم بعد ذلك المكان ده بيدل أو بيرشدنا يا أولاد بيرشدنا على مكان دخول اليرقات. 3 مشاهدة خيوط حريرية على التمر بيلتصق بها براز الحشرة. تعالوا بقى نشوف المكافحة بتاعت دودة البلح العمري. ادي الفراشة وادي اليرقة زي ما انتوا شايفين معانا بالصوت والصورة في شاشتنا الجميلة. اول حاجة المكافحة الزراعية، تعريض البلح للهواء الساخن في افران خاصة، درجة حرارتها بتكون كام يا اولاد؟ بتكون حوالي 130 ل 140 درجة فهرنهايت، او استخدام الطاقة الشمسية بنشر البلح على ارضية خشبية وتغطية التمر المكون بواسطة اغطية من البلاستيك واجراء عملية التقليب الجيد. المكافحة الحيوية، بيتطفل على هذه الحشرة طفيل نشط بيسبب موت حوالي 65% من اعداد الحشرة. المكافحة الكيماوية، بنستخدم تبخير لثمار البلح بعد الحصاد في المخازن بغاز بروميد الميثيل لمدة 24 ساعة بمعدل 24 جرام لكل متر مكعب من فراغ المخزن، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية في المخازن، اللي هو الشروط الواجب توفرها في المخزن الجيد أثناء وقبل التخزين. واثنين والأخيرة، الرش باستعمال أحد المبيدات الموصى باستعمالها من قبل وزارة الزراعة زي مبيد اسمه الصيفين بمعدل 85%، تركيزه 85% بمعدل 200 جرام لكل فدان لكل 100 لتر ماء. الحشرة اللي بعد كده، حشرة النخيل القشرية الرخوة اللي احنا بنقول عليها الحشرة الحمراء، اي حشرة قشرية يبقى اسم الرتبة نصفية الاجنحة، ونوع تطور ناقص او تدريجي، طرب دار الحرية والحشرة الكاملة، نوع اجزاء الفم ساقط ماص، وعدد اجيالها 4 ل 5، والعوائل نخيل البلح. تضع الانثى البيض المخصب اسفل مؤخرة جسمها وعلى سعف النخيل، البيض ده بيفقس الى حريات تتغذى وتنسلخ تتحول الى حشرة كاملة. بعد كده هناخد مظهر الاصابة، بتتغذى الحريات على حوامل الثمار في قمة الشجرة، اصفرار الخوص وضعف الاشجار، والمكافحة رش قلب النخلة بزيت معدني بنسبة 2.5%، ويتم ذلك بعد ازالة الجريد القديم والليف وقبل خروج العراجين الجديدة. بكده اعزائي الطلبة والطالبات، نكون اخدنا في حلقة اليوم اهم الافات الحشرية اللي بتصيب اشجار الموالح. خدنا منها الحشرة القشرية السوداء، وحشرة القشرية الحمراء، وحشرة الموالح المحارية والأرجوانية، وبعد كده تطرقنا للحشرات اللي بتصيب الحشرات الموالح ايضا، اللي هو البق
الاسترالي والباك الدقيق المصري والباك الدقيق الاسترالي وحشرة الموالح المحارية والأرجوانية، وخدنا بعد كده الآفات اللي بتصيب أشجار المانجو، خدنا باك الهبسكس الدقيقي، وخدنا بعد كده ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط، وبعد كده خدنا الآفات اللي بتصيب أشجار النخيل، خدنا منها سوسة النخيل الحمراء، وخدنا دبور البلح الأحمر، وخدنا دودة البلح العمري والحشرة القشرية الرخوة. بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله. نشكركم ونحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.